كفانا من التهريج السياسي والمزايدات السياسوية. حان الوقت أنكم تتحملون مسؤولياتكم تجاه وطنكم. الوطن بحاجة إلى كل أبنائه. الوطن بحاجة إلى كل الغيورين. لنا 44 مليون جزائري، كلنا جنود من أجل الجزائر ومن أجل نصرة الحق. فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، حزب الشعب عنده مرشح وسوف يساند رئيس الجمهورية. شوف سؤال يطرح عدة مرات، ولكن احنا خرجنا من الآن. هذا حزب عنده مؤسسات ولهم حضور، اليوم عندهم مناضلين وراهو في امتداد شعبي. هذا القرار يعود لهم، اما الاستحقاق لازم يكون. ولكن الشيء الجديد اللي نقوله لك انه حزب صوت الشعب راح يكون معادلة سياسية في الانتخابات، ويبقى طريقة مشاركتنا هذاك تعود لاختيارات المنتخبين داخل المؤسسات الحزبية. كن على يقين، ما نكونوش معادله برك، بل نكونوا من القوى المستقبليه بحول الله لهذا البلد بفضل الله بعد الله واراده الشعب. صح، وهذا تجسيدا للثقافه اللي جا بها رئيس الجمهوريه انه يدير سلطه الضبط ويدير تقويم في بناء مؤسسات نابعه، لانه هو خرج من الشعب، دونك يخلي كل مؤسسه تخرج من الشعب وتكون تقاليد وسنه جديده في العمل السياسي هنا في الجزائر. حزب صوت الشعب عنده استقرار سياسي داخلي على غرار عدة أحزاب أخرى اللي يعني ما راهاش مستقرة داخليا وحتى سياسيا. أولا اعترافك هو شهد تقدير وعرفان من خلال الصحفي اللي كلنا كل احترام وتقدير لباتخية من خلال دونك كونترار، هذا اعتراف منك. هذا مبين انه عندنا نيو لوك جديد، نوفو ديزاين. احنا اسياد في قرارنا، احنا نفرق بين السلطه والدوله، احنا مناضلين سياسيين مش موظفين سياسيين. اذا ما عندناش املاءات، عندنا ما تملي يعني نظرتنا باطار مصلحه الوطن. ثقافه الدوله تملي منا تكون على بعد النظر، رؤية سديده. وزيد في الحزب احنا ما نبيع ما نشري، على بالك هذوك السلوكات الماشينه للعمل السياسي والكلام هذاك تاع الاحلام والوعود الكاذبه ماشي ثقافه داخل الحزب. احنا على الاقل ما نش سلطه تنفيذيه، ولكن عندما نكون حسبنا. ولكن النسب اللي متواجده في المجالس المحليه والوطنيه راهي تحاول قدر المستطاع في حدود الصلاحيات اللي خولها. احنا ننتظر تغيير في الصلاحيات، ولكن نكون على يقين رانا من الاوائل منتخبينا في نقل الشهان انتهاء الهموم تاع المواطنين. وهذا مع وقع عندنا قيادات سياسيه على مستوى الولايات، ناس عندها خبره تجربه، شباب من كل عمر يخدموا في اريحيه بدون ضغوط. من خلالك ومن خلال باتخي نحيي تحيه تقدير وعرفان على هذا الوعي السياسي لاطاراتنا مناضلينا اللي متشبعين بروح موش برك الوطنيه، بالثقاله وبالرزانه وبالحكمه تاع الكبار، وبيروح شباب والديناميكيه تاع الشباب. هذا الزواج هو اللي خلى الطفره واعطى نوعيه في الاداء السياسي بقله الامكانيات. خلينا نقول معدومه، ولكن كان القلب والعقل.